ختم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته أمس استعدادا لمواجهة فريق سموحة على استاد برج العرب بالأسكندرية في 9:15 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري. ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته بالدوري بعد الفوز على فريق فاركو في الجولة الأخيرة 3 أهداف نظيفة، فيما أكدت تقارير صحفية غياب الثلاثي رامي ربيعة ومحمد كريستو وحمدي فتحي عن صفوف المارد الأحمر أمام سموحة. أنهى فريق الزمالك استعداداته للمواجهة الكروية المرتقبة مع المقاولون العرب في 9:15 مساء اليوم، ويسعى الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك إلى تحسين وضع فريقه في الدوري وحصد المزيد من الانتصارات. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة. تعادل فريق أرسنال أمام نظيره وستهام بثنائية لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على استاد لندن الأولمبي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويتصدر أرسنال قمة الدوري حتى الآن برصيد 74 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، فيما يأتي وستهام في المركز 15 برصيد 31 نقطة. توج كل من البطل المصري علي فرج المصنف 5 عالميا والبطلة المصرية نور الشربيني المصنفة 3 عالميا ببطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش للسيدات والرجال، والتي استضافتها مدينة برمنغهام الإنجليزية خلال الفترة من 9 إلى 16 من أبريل الجاري. ونجح علي فرج في الفوز على المصنف 2 عالميا دييغو إلياس في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، فيما فازت نور الشربيني على البطلة المصرية نوراند جوهر المصنفة الأولى عالميا للسيدات في المباراة النهائية بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. وإلى هنا مشاهدينا انتهى موجزنا الرياضي، وعودة إلى الزميل باسم طبانة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك باسم. جزيل الشكر ليك الزميلة العزيزة مريم حسن.